هنجيبها نقطة نقطة بسرعة. محمد صلاح لأن الناس سخطت عليه، اعتقد أنه هو يعني بيدعي الإصابة وأن خروجه من المنتخب يعني ينقص من عزيمة اللاعبين، ولكن هو من المباراة الثانية خروجه من الشوط الثاني كان تحدي كبير جدا للاعبين والمنتخب المصري، خلاه أنه هو يلعب بشكل أفضل. أحيانا في مباراته الأخيرة كان المنتخب يفتقد كثيرا محمد صلاح، ليس لإحداث فارق في الهجوم ولكن إحداث ينقص وتيرة الهجوم عند الخصم، لم يكون في عندك لاعب قوي جدا يخليك ان انت نازل فيها. لكن هو يعني حتى لا نسيء الظن هو بنفسه كتب تصريحات وقال انا هحاول بقدر الامكان ان انا ارجع في اسرع وقت ممكن، والناس اولوها لانه في ليفربول دلوقتي يعني انت لاعب وعندك تعاقدات واي اصابه ممكن تحصل لها لو انت هتقعد فيها 6 شهور، طب شكرا خليك في البيت. فدي تأويلات بتاعتهم، انما فيتوريا انا بالنسبه لي شوف حتى في حمدي سامحني قاطعتك، لم ينتقد الاعلام المصري والجماهير المصريه لم تنتقده على الاصابه او ربما لانه زيف الاصابه، انتقدته اكثر لانه اخذ قرار ترك المنتخب المصري والسفر الى انجلترا. هذا هو ما خدش القرار يعاب على محمد صلاح. المفروض حصلت اصابه، احنا دلوقتي احنا بنتكلم في تأويلات، لكن لما نيجي للمنطق والتصريحات والمعلومات انه وفق الاتحاد المصري انه فعلا اصيب، والتقارير التقرير الطبي يقول انه اصيب، ارسلت لليفربول، ليفربول قال لك لا ابعته لي يتعالج عندي وبعدين لما يتعافى في اسرع وقت ممكن يعود. هو في تصريح عمله على الانستغرام اللي بالنسبه لي يعني حتى انا عذرته فيه شويه، يعني حتى تشوف المشاهدات والكاميرا مسلطة عليه في آخر مباراة وهو بيتابعها كما لو أنه بيقول يعني أنا قلبي مع المنتخب بس إيه يعني الله في تبقى هذه ولا هذه. هو تلقى هجوم كبير جدا، مش هندخل في نوايا الناس. أما فيتوريا كان يتقاضى راتب ضخم، في المقابل شفنا أداء سيء ليه جدا بصراحة، يعني اعتقد لو كان في لو كان كيروش هو المستمر كان الاداء يفضل يكون افضل من كده بكثير، اضافه الى المستوى اللاعبين اللي للاسف اليوم فيتوريا اتهم بعض اللاعبين في تصريحات لوسائل الاعلام المصريه. هو قال انا اتخذت سامحني يا حمدي قال انا اتحمل مسؤوليه، ولكن في الجهه المقابله انا اتخذت قرار باستدعاء الاكثر جاهزيه سواء من البطوله المصريه او من الدوريات الاوروبيه، ولكني صراحه تفاجات من مستوى بعض اللاعبين في هذه الدورة بدون ذكر أي أسماء. لاعبين المنتخب بالنسبة لي خاصة في المباراة الأخيرة استماتوا في اللعب، الإصابات لعبت في دور، الخطة الثانية لعبت دور، وجاباسكي لعب الدور الكبير. أنا بالنسبة لي هو ده اللي ضيعنا، فهمتني؟ ولكن في الأول والآخر المدرب عبارة عن خطط ورؤية قد يكون يفقدها خلاص، دي اخر ما عنده، ما يقدرش يخليك تمشي وتتوافق مع منتخب اخر ما تمشيش، فهمتني؟ فدي الجزئيه. انا المشكله الكبيره دلوقتي يا محمد ان هو في استقرار الاتحاد دلوقتي على تعيين مدرب مؤقت اللي هو كابتن محمد يوسف، كان المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ولكن المشكله الكبيره استغنوا سابوا اسماء كبيره جدا ان هي ممكن تكون اسماء مؤقته للمنتخب المصري، مع الى حين الاتفاق مع مدرب أجنبي جديد، يعني مش الحضير أسماء ثقيلة اللي عندها باع في التدريب في مصر ما تقبلش أنها تكون أسماء مؤقتة لمدرب جديد. مثل حسن شحاتة، من المستحيل أن مدرب مثل حسن شحاتة يقبل أنه يكون مدرب فترة مؤقتة في انتظار تعيين مدرب جديد. نتكلم على كابتن محمد يوسف، آخر فريق دربه مين؟ البنك الأهلي 2020 فترة مؤقتة يا حمدي، ما كله مؤقت، تاريخ تدريبه كله مؤقت مع النادي الأهلي، مؤقت البنك الأهلي مؤقت. ربما هذه الفترة لن تتجاوز في أقصى تقدير الشهر، في أقصى تقدير. خليني نقول لك بكل محمد صلاح. محمد صلاح وقتاش المنتخب المصري وجد محمد صلاح يعني صابوا في المقابلات الحاسمة ولا مرة. عكس أوسيمان على سبيل المثال، عكس اللعب تاع كوت ديفوار فوفانا، مقاتلين فوق أرضية الميدان. اما محمد صلاح ولا مره شفته يعني حكم هذا الفريق المنتخب المصري. حسن شحاته، اسمح لي قاسي السعيد، حتى حسن شحاته المدرب القدير للمنتخب المصري تحدث وقال بان مصر لم تجد محمد صلاح في اوقات الشده، وتساءل ماذا قدم صلاح للمنتخب المصري. بادي نعم، لاعب كبير مثل محمد صلاح اللي يعتبر من بين الافضل في افريقيا والافضل في اوروبا ما تلقاهش يعني في وقت
في وقت شدة عكس ما وجدنا احنا فيه رياض محرز في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر. يعني محمد صلاح خيب الجماهير المصرية لا في كأس إفريقيا أيضا في 2022 اللي كانت في الكاميرون وقتها المنتخب المصري نشط النهائي. أيضا محمد صلاح كان من بين يعني الناس اللاعبين اللي تسبوا في إقصاء المنتخب المصري من كأس العالم وقتها لم يقدم ذاك المستوى اللي كان مطلوب. لكنه أهل مصر لكأس العالم 2018 وقتها، لكن في الوقت الحالي اللي وصحح تختلف. اسمح لي، طموحات محمد صلاح دلوقتي في اوروبا اختلفت واعتقد الله اعلم كما لو انه طموحاته في اوروبا صارت او اصبحت فوق المنتخب المصري. هذا في اخر المسيره، هذا تقريبا بنسبه كبيره جدا سيكون اخر موسم لمحمد صلاح في اوروبا، لانه اولا تقدم في السن، ثانيا لانه تلقى عرض فلكي من الدوري السعودي، اعتقد نادي النصر السعودي، نادي النصر السعودي، المهم نادي من الأندية السعودية عنده عرض جاهز على الطاولة 200 مليون يورو سنويا. لا لم يرفضها رقم، لا رفضه، لا لم يرفضه النادي، رفضه ليه؟ لانه النادي طلع، شوف انا محمد صلاح عارف، محمد صلاح اذا طلع ان هو قبل ان يخرج من اوروبا ان يكون حاصلا على الكره الذهبيه، لا هذه هي المشكله الكبيره. لا 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 السبع. شوف كان 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 قاب قوسين ادنى واعطى نعطيك انا اتابع جيدا انتقالات اللاعبين. محمد صلاح كان اعطى اتفاقه وموافقته على العرض في الصيف الماضي، ولكن اداره ليفربول رفضت السماح لمحمد صلاح بالانتقال الى السعوديه. الان محمد صلاح يقضي اخر مواسمه في اوروبا وفي فريق ليفربول قبل الانتقال الى الدوري السعودي. لا مجرد توقع، ليس مجرد توقع، اكثر من توقع، لانه قلت لك العرض لا زال موجودا وكان عرض رسمي. هناك فرق بين العروض، عروض الصحافه، عروض وسائل الاعلام، والعروض الرسميه. كان عرض وصل إلى نادي ليفربول ووضع على طاولة نادي ليفربول، ولكن نادي ليفربول رفضه، بما أن نادي ليفربول هو الذي لازال يملك عقد اللاعب ويملك الحق في تقرير مصير اللاعب. نادي ليفربول ارتأى أنه لازال يحتاج اللاعب في هذا الموسم. الآن بعد مغادرة يورغن كلوب الذي أكد أنه سيغادر مع نهاية الموسم، نادي ليفربول بكل تأكيد محمد صلاح بكل تأكيد سيغادر نحو الدوري السعودي، لأن هناك الكثير من الأموال التي سيتقاضاها في عام واحد، ربما لم يتقاضاها طيلة مسيرته الكروية في عام واحد فقط. حتى نكون مجحفين كذلك، يعني تبقى هذه مجرد تأويلات، فهمني؟ احنا لو هنرجع كصحفيين نرجع للمعلومات ونرجع للتقارير انه هو خرج من المنتخب المصري لنتيجة اصابة ايا ما كان، ولكن قبل الاصابة، نتحدث ما قبل الاصابة، هو للأسف لم يضف كثيرا الى المنتخب المصري طوال الفترة الماضية. كذلك كان هناك جزء من اخطاء المدربين انها كانت تشكل ان تجعل المنتخب المصري منتخب محمد صلاح وليس العكس، ان يكون محمد صلاح في خدمة المنتخب، هذا كان يشكل خطأ كبيرا في طريقة اللعب. ولكن حتى خروج محمد صلاح جعل المنتخب المصري يلعب، لأنه استطاع أو استشعر أنه تحقيق أي فوز سيحسب للمنتخب المصري بالكامل وليس محمد صلاح. نعم، لم نتحدث كثيرا أيضا عن المنتخب التونسي الذي خيب الأمال في هذه الدورة وخرج متقطع الرأس من الدور الأول أيضا. صحيح، يعني تقريبا المنتخبات العربية كلها لم تعمر طويلا في هذه البطولة. المنتخب التونسي انتقادات كبيرة كانت بالنسبة للمدرب واللاعبين، ما يظهروش بالوجه الذي كان منتظر، ولا النتائج أيضا كانت مع المنتخب التونسي، يعني تقريبا نفس السيناريو اللي كان في كأس إفريقيا 2022 هو الذي حدث لمنتخب تونس في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. تحدث مقبل محمد عن الانتقادات، الانتقاد حق مشروع بالنسبة لي اي بلد للاعبين او للمدرب او لاي كان، لانه احنا مطالبين هنا باش نشوفوا النتائج في ظل الدعم والمساندة اللي تكون قبل البطولة، وأيضا لما تكون النتائج نقول لك أعطيك الصحة، لما تخسر من حقنا أن ننتقدك، لكن بطريقة اللي تكون تناسب الجميع.